بالمقادير ديال العجين ساندويتش تفضلي. اي اختي سنة مرحبا. عندي ساندويتش كندير في واحد البول كاس ديال الحليب دافي وكاس ديال الماء دافي، كنزيد عليهم اختي سنة معلقه ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه سنيده وواحد كاس ديال الدقيق، كنحرك بالفوي وكنخليهم يتفاعلوا واحد 10 دقائق. من بعد كنزيد عليهم نص كاس ديال زيت العود وكنزيد الملحه وكنجمع بالدقيق اختي سناء. كنجمع بالدقيق العجينه كتكون كتلصق يعني ما كتكونش مجموعه، كلشي مجموعه كتكون شويه كتلصق. صافي اختي سناء كنخلطوها ما كندلكو لا والو، كنجمعوها مزيان هكا بيدنا كنغطيوها ونخليوها تخمر. ساهله مهله هاد العجينه كتجي غزاله. صافي ملي كنخليوها تخمر وكيتضاعف الحجم ديالها كنجبدوها كنديكازيوها كندهنو شويه يدنا بالزيت وكان نديروها كويرات. المهم كنقسموها على جوج، كنديروها كويرات كاملين كنديرهم كويرات، ولكن الخليط كنقسموه على جوج، يعني شي غنديروه على متني على جوج شي كنديروهم على شكل ظرف. صافي اختي سناء ديك ساعتي كنورقو ديك الكويرات كيكونوا شويه صغيورين كنورقوهم ماشي رقاقين، المهم شويه، وكندهنوهم بالبانسو بشويه ديال الزيت وهذا الشكل الاولاني كنتنيوها على جوج وكنحطوها في اللاطة. والشكل الثاني اختي سناء نفس الطريقه كنطلقوها دائره وندهنوها بشويه ديال الزيت ونتنيو على جوج ونرجعوا نتنيو ديك الدائره اللي نص 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 دائره كنتنيوها على اختها، يعني فهمتيني اختي سناء ياك؟ اييه الدائره كتنيها على النص كيولي نصف دائره، وهذيك نصف دائره كتعاودي تطويها باش كيجيو بحال الجيوبه فاش كطيب. ايوا اختي سناء بحال هكا. شكرا. اييه صافي ديك الساعات اختي سناء كنديرهم في اللاطه ونخليهم حتى يخمروا عاوتاني النوبه الثانيه وكندهنوهم بالصفار البيضه مع خلط مع شويه قطرات ديال الحليب وديال الخل وكندخلوهم الفرن يكون سخون العافيه عليهم من تحت ومن الفوق، وكان ملي كيبداو يتنفخوا كنقصوا لهم النار وكنخليهم حتى كيتنفخوا مزيان ويتحمروا، هما اصلا كيجيو محامرين اختي سناء كما شفتي في الصوره، وكنرشوا لهم قبل ما ندخلوهم كنرشوا لهم الزراره اللي عند السيده. صافي وملي كيطيبوا كنخرجوهم اختي سناء الحشوه، انا عملت لهم هنايا الجبن ديال الساندويتش والخس وكنت هكا مقليه، يعني البيش ما بغات السيده تعمر الصراحه العجينه كتجي رائعه وكيجيو مفتوحين. كيجيو مفتوحين اييه كيجيو بحال الجيوبه، كل بلاصه كتحطي فيها حاجه فعلا كيجي ساندويتش زوين صراحه.